اليوم غادي نفركوا هاد الحادي وهاد الرمانة وهاد البطيخة وهاد ما عرفت شنو كاع. اليوم الحلقة الأخيرة صافي، عصبتوني فرقعتوا لي المرارة، ولكن فاطمة الزهراء ما عندهاش المرارة، ما تفرقع هذيك المرة قالت لي ولا ما عنديش المرارة اللي هتفرقع. ما عنديش. المهم اليوم اتبعوا معايا الفيديو، شوفوا نقول لكم الحقيقه. لا صافي نقول لكم الحقيقه خوتي، قررنا نتجمعوا انا وسليمه حيتاش النهار الاول كنا بجوج ودابا بغينا نكونوا بجوج باش نقولوا لكم الحقيقه كامله، الحقيقه في الدقيقه بلا ما تكون هي في داري ولا انا في داري، فيديو واحد فيه حنا بجوج حيتاش كما قلت لكم النهار الاول كنا بجوج، فطبيعي غادي نعاودوا نكونوا بجوج دابا في هذا الفيديو اللي مهم بزاف ليكم نتوما بالخصوص. هذاك الشيء اللي كاين اخوتي، ولا عجبكم الفيديو شوفوا اللايكات ديالكم، ولا ما عجبكمش دير لايكات ديالكم وخليكم معنا في هذا الفيديو حتى الاخر ما تمشيوش. اكيد خلعناهم فطن الزهراء اش دخل درنا لهاد الناس خوتي، راه كنضحكوا معكم، ما بقات لا رمانه لا دلاحه لا بطيخه، ما بقى ما نفرقعوا صافي، اللي عنده شي حاجه راه تفرقع فيها وكل واحد بان على الحقيقه ديالو. دابا من هنا للقدام ما تبقاوش تشوفوا دوك الفيديوهات اللي فيهم، يعني ماشي ما غتشوفوش الفيديوهات اللي فيهم النقد، غتشوفوا الفيديوهات اللي فيهم النقد ولكن باحترام بلا ما نبقى ندخلوا اكثر من القياس يعني في المواضيع، حيت صافي كل حاجه عندها الحد ديالها، الانسان يعطي الراي ديالو في المواضيع اللي بغى يهضر فيهم، وهذا فقط بلا ما نهبطوا المستويات اللي ماشي ديالنا باش ما نبقاوش نتحاكوا حتى مع الناس ولا مع حتى شي حاجه. المهم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا، الموضوع اللي بغيت نهضر معكم فيه اليوم هو واحد الموضوع مهم كما قالت فاطمه الزهراء في بدايه الفيديو، موضوع مهم وكيخصكم نتوما اكثر، وانا كيفما انني شاركت معكم الموضوع من البدايه في واحد الفيديو اللي كان قبل اللي غنخليه لكم توا في صندوق الوصف، بغيت نشارك معكم النهايه ديال الفيديو وباقي فيديو واحد اخر يعني مهم باش ما نطولش عليكم. الموضوع شنو هو فاطمه الزهراء؟ هو مفاجأة بطبيعة الحال، واحد المفاجأة اللي أنا فرحتني كتر ما فرحت سليمة حيتاش كنت كنتظرها والله القاسم. المهم غادي نخليها هي اللي تقول، ما نقدرش أنا هي اللي لا لا غير قولي، عطيتك الكلمة ياك عقلتي علاش؟ حيت إلا رجعتو للفيديو الأولاني ديالي غتلقاو أول واحد في التسحل ديال القناة ديالي غتلقاوها هي، وداك الشيء علاش غادي هي اللي تكمل دابا. المهم أخوتي ديجا أنا دوزت هاد المرحلة وفرحت بها بزاف لدرجة انني بحال ما عرفت شنو جاني. المهم اخوتي سليمه جاها الكود، ها هو الكود اللي كيتسناوه بزاف ديال الناس، سمحوا لنا الاضاءه، اللي كيتسناوه بزاف ديال الناس الكود ديال ادسنس كما كتشوفوا بالمعلومات اللي كتبت ليها انا. المهم حنا فرحنا بزاف، دورات ليا وفيها حتى واحد المفاجاه، ماشي بحال سبحان الله العظيم بحال واحد المعجزه، غنعاود لكم واحد القصه كيفاش وقع ليا. المهم بطبيعه الحال درت لكم الفيديو من التفاعلات ديال القناه ديالي، شاركت معكم كيفاش دازوا المراحل كيفاش خصنا نديرو، المهم شرحت لكم داكشي كله اون ديتاي، شرحت لكم حتى كيفاش فتحت القناه، شكون السبب باش فتحت القناه، هادشي كله كنت قلتو لكم كيف ما قلت لكم الفيديو غنخلي لكم في الديسكريبشن باش تشوفوه. دابا غادي نشرح لكم كيفاش كيدوزوا المراحل ديال باش انك يعني ملي كتفعل لك القناه وكترتبط بالادسنس كيفاش كيكونوا دوك المراحل. انا هذاك الشيء وراتو لي فاطمه الزهراء وانا بغيت نوري لكم نتوما كاملين، وبطبيعه الحال باش حتى ما عرفت شي حاجه هي معايا باش تشرح لي كلشي وتستافدوا كلكم. انا حتى في واحد اللايف كنت درتو البارح كانوا بزاف الناس كيسولوا على هادشي ديال الادسنس، ومنهم واحد الاخت وقلت لها راه غادي نجاوب انا في واحد الفيديو وبغيتك تشوفيه باش تستافدي. كنقول لك انت غتستافدي في هذا الفيديو هذا. دونك اخوتي ملي كنربطوا القناه بالادسنس اول حاجه كنديروا كندخلوا لي زانفورماسيون ديالنا، يعني المعلومات ديالنا كندخلوهم في الحساب ادسنس ملي كنكونوا كرينا ان كونت، هما اللي كيكونوا مكتوبين الله، هما اللي كيجيوك هنايا فاش ملي كيجيك الكود، هما هذوك المعلومات داكشي اش دوك المعلومات كيخصهم يكونوا مكتوبين بالتدقيق وما يكونش الغلط وما يكونش ولو حرف واحد ماشي هو هذاك كيقدر الكود يكون فيه مشكل. علاش؟ لان ملي كندخلوا واحد لي زانفورماسيون ديالنا كيخصنا ما نغلطوش، لان الا غلطنا كيف ما قلت لكم ولاو غير رقم كيدير لنا المشكل المشكل في الكود باش انه يوصلنا للدار، لان كيوصلك فيني للدار في البوسطه ديالك ديال الدار. شنو هما المراحل اخوتي؟ هي كنكريو ان كونت ادسنس، كنربطوه بالقناه. شنو معناه؟ حيت بزاف كيسمعوا ديك الربط بالقناه، هي زعما الكونت جيمايل اللي كيطلبوا لك راه هو اللي كيكون الكونت باش انت حليتي القناه ديالك، حيت القناه راه كتكون ان كونت جيمايل. دونك انت ملي كتحل داك لو كونت ادسنس، دابا ركزوا معايا باش تفهموا، ملي كتحل داك الكونت ادسنس ملي كيعطوك ديك لابارتي فين تكتب لو كونت اللي بغيتي تربطو بهذا الادسنس كدير ديال لاشين ديالك، داكشي اش كيولي ارتباط ما بين الادسنس مع داك
الادريسز ديالك. هنا كنبداو نكتبوا المعلومات ديالنا كاملين، قلت لكم لادريس ديال الدار، المهم كلشي راه ملي غتبغيو تصايبوا داكشي غيبان لكم كلشي، لي زانفورماسيون باينين، يعني ما كاينش شي حاجه اللي واحد صعيبة. نصيحه غادي نعطيها لهم، الا بغيت ملي تبغيو تعمروا لي زانفورماسيون ديالكم كتبوهم بالفرنسي بالفرنسي بالعربيه بصفه نهائيه ما كيتقبلوش، قليل اللي كيتقبلوا ليه، مي الاغلبيه كيتقبلوا بالفرنسي. واخا اخوتي انا دخلت المعلومات كلهم، دخلتهم صحاح كلشي، تفعلت لي القناه ديجا انا كنت وباللي كي ماشي تفعل القناه عاد تربطها بالادسنس، خاصك تربطها قبل هيك فاطمه الزهراء، داكشي اللي درت انا، يعني انا راه منين حليت القناه ديريكت ربطتها بالادسنس وديريكت كلشي. صافي مني درت اخوتي وتفعلت لي القناه وقالوا لي دابا غتسناي الكود، بقى بالي مع الكود. ملي مني عمرت لي زانفورماسيون واحد النهار وصلني ان ميساج قالوا لي راه هذيك لادريس اللي عطيتينا ما تقبلاتش، يعني خاصك على قوة الله كبر تعطينا شي ادريس وحده اخرى اولا تاكدي من لادريس ديالك. انا بقيت كنقول ياك ما غلطت في شي حاجه انايا ملي كنت كندخل المعلومات، لان داكشي كيخصك كيف ما يكون عندك في لاكارت كيف ما يكون عندك في الادسنس ديالك. ملي كندخل كنلقى داكشي هو هذاك، عيطت لفاطمة الزهراء قلت لها راه شنو شنو، قالت لي ملي صيفطوا لك الميساج ديري ليهم شي ادريس وحده اخرى، حنا عندنا دارنا الثانيه، يعني داكشي درت لادريس ديال دارنا الثانيه، يعني صافي الفكره ديال ان الكود غيوصلني للدار هنايا ما بقاتش لان صيفطوا لي الميساج وقالوا لي راه هذيك لادريس ما تقبلاتش، وانتم عارفين يعني اليوتيوب اي حاجه ولا الادسنس اي حاجه كيصيفطوها لك يعني راه ما كاينش تخرجيش. بصح درت لادريس الثانيه، بقيت كنتسنى لانه هو من بعد جوج الاسابيع ولا حتى ثلاثه، وكاين اللي حتى شهر وكاين اللي حتى شهرين، ملي شفت انا في البنات كاين اللي حتى شهرين كيعاود يوصلك الكود. حتى نتفاجئ هابطه مع الدروج كنلقاه في البوسطه ديالنا ديال الدار الكود جاني، عيطت لفاطمه الزهراء كنقول لها ما فهمتش الكود، صيفطوا لي ان راه بلي ما تقبلش كيفاش جاني للدار. المهم هذه باقي لحد الان ما عرفتهاش الحمد لله، غير الحمد لله يقدر يوصلك الكود في الدار الاخرى، يقدر دابا يوصلني حتى يعني حيت وراه يقدر يعاود يوصلك مني كتحيت، دابا انا دايره لادريس ديال الدار الثانيه. يعني اخوتي فرحت بزاف، ماشي فرحت، جاتني واحد الفرحه اكثر من الفرحه اللي كانت غادي تجيني في الاول، ان الفرحه غير مني صيفطت لهم انهم باش يوصلني الكود للدار، ان ديك بحال معجزه حسيت بها والله الا كنش دابا تنبارطاجي معكم داكشي من القلب ديالي، بحال حسيت بها الناس ما كاينش بحال واحد المعجزه، كيفاش انايا الكود بقيت كنقول ما صافي ما غيوصلنيش، دابا صافي ملي كتوقع لك مشكل في لادريس وكيبدا يتراجل الكود صافي كتولي اشكاليه وبقات عندي يعني مره واحده ان الحق انني نعاود، سينو غادي تولي عندي الحق باش نديرو بلاكارت ناسيونال. حتى كنلقاه جاني يعني فرحت بزاف وقلت ضروري غادي نشارك مع البنات ديك الفرحه ديال ان ملي كيوصلك الكود كيفاش كتحسي، صافي تما كتبداي تحسي ان القناه ديالك ولات قناه يعني معترف بها، يعني راك بحال كتضمني راسك انك وليتي مع الشركه ديال اليوتيوب وكتفرحي بزاف وما كتبقايش تحسي بداك التعب. واخا انا الصراحه لله انا دابا تقريبا 8 شهور حتى 9 شهور باش حليت القناه الحمد لله، في الفتره هذه يعني حققت فيها الشروط، تفعلت لي في القناه، حققت الربح من القناه، وصلني الكود ادسنس يعني الحمد لله، يعني ما طولتيش ماشي بحالي انا ما طولت فاطمه الزهراء وقع عليها تقريبا عام عاد باش وصلت يعني انها كملات داك الشيء. المهم كل واحد هي كل واحد وكيفاش، يعني انا حيت عاوتاني لقيت فاطمه الزهراء دايزه من دوك المراحل دوك الاخطاء اللي دارتهم اللي ما لقاتش هي اللي وريها، يعني هما اللي قالت لي ما ديريهمش باش ما تعطليش في حالي انا، داك الشيء علاش هذا علاش لقيت اللي زعما ساعدني باش انني وصلت لهذا الشيء، داكشي علاش انا بغيت نبارطاجيه معكم باش نساعدوكم حتى حنا حتى نتوما باش ملي توصلوا لهذ المراحل حتى نتوما تكونوا لقيتوا اللي يساعدكم. الحمد لله دابا على اليوتيوب ديالنا، يعني اي واحد شي حاجه هكا كيدخل اليوتيوب راه كيعرف كلشي، هذا هو اللي كاين، يعني هذه هي الفرحه الصراحه اللي بغيت نشاركها معكم واللي انا كنحس بها كبيره 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 معلوم كبيره معلوم كبيره محسوبه غير الناس اللي دازوا منها. وانا يا كيف ما كنقول لكم دائما ما كان من الطبع ديالي ما كنبغيش نبارطاجي شي حياتي الخاصه هنايا في لاشين ديالي، ولكن هذه ما كنعتبرهاش شي حاجه خاصه لان هذا يوتيوب والخدمه ديالي وكنبارطاجي معكم فيها كل شيء بغض النظر على الحياه ديالي الخاصه، داكشي اللي انا كنقول لكم من طبع ديالي ما كنعاونش الحياه ديالي الخاصه في اليوتيوب، ولكن هذا ما كنعتبروش شي حاجه خاصه حيت حنا ولينا عائله، هاد القناه ديالكم نتوما وانتوما اللي يعني مشرفينها ليا وديالكم، انا غير اسم ديال القناه ولا القناه راه ديالكم نتوما، داكشي علاش انا كنبغي نشارك معكم اي حاجه عندها علاقه بالقناه، يعني اي حاجه عندها علاقه بالقناه ما كنعتبرهاش شي حاجه خاصه حيت ديالي وديالكم وحنا كنعتبروا راسنا
كلنا عائله. وهنا يا اخوتي غادي نقول لكم الا عجبكم الفيديو ديال اليوم واستفدتوا معايا بالفيديو ديال اليوم خليوا لي اللايكات ديالكم ولي كومونتير ديالكم. انا غادي نلقى حل المشكل ديال لي كومونتير ديالي حيت بزاف الناس كيقولوا لي كنخليو لك اسئله لي كومونتير وما كتجاوبيناش. ماشي ما كنجاوبكمش اخوتي, عندي اي واحد المشكل في لي كومونتير راني كنقراهم ولكن ما كيبانوش لكم نتوما. تما انا كيمشيو ليا للمراجعه, اي ميساج كيمشي ليا للمراجعه ولكن راه كنقراهم. ما كنبغي نجاوبكم ولكن ما عنديش كيفاش غادي ندير نجاوبكم. يعني ملي نحل المشكل ديال لي كومونتير غادي نجاوبكم. وسمحوا لي على هذا الفيديو هذا, ونخلي لكم فاطمة الزهراء هي اللي تختم لي هذا الفيديو. وباي باي عليكم. انا اش غادي نقول, شدات اول مره كنحشم قدام الكاميرا, ماشي كنوريتهمش كيفاش. لا ما تحليش, نو لا ما وريتهمش كيفاش كيتحل. من الجنيبات هانتوما كيكون واحد السهم انتي راه ما حليتيش بالطريقه الصحيحه في الخبر. لا ها هو من هنا خاصك تقطعيه. اه قطعته حيت كيكون هانتي حيت كيكون اخوتي نفس هنا. انتي نفس اللي من هنايا نفس اللي كيكون بحال كيعطوك زعما واش تحلي من هنا ولا من هنا بحال كتقطعيه كتحيدي. هذاك راه ديجا هما دايرين له ما فهمتش داك الزكزاك ديال الورقه. كتحليه صافي وكتحلي الورقه وكتلقاي داك الكود الداخل. ما يمكنش نوريه لكم وصافي. المهم هذا هو الكود, هكذا كيجي ما كيجيش في شي برا ولا شي حاجه, هكا كيجي بحال هكا. انا الكود ديالي مازال عندي والله القاسم. علاش؟ انا كنت كنتسناه شحال, يعني كنت كنتسنى امتى يوصل. مني وصلني ودخلته ماشي كملت الورقه والحتى لا قلت غادي نحتفظ بها لان فريمون تعذبت على القناه ديالي غير باش نوصل لهذه المرحله. فما يمكنش انني ورقه هي ورقه انا عارفها ورقه ولكن القيمه ديالها كبيره بزاف. انا شنو غادي نقول في هذا الفيديو؟ سليمه اول مره كنحشم في الكاميرا. علاش؟ والله العظيم اول مره كنحشم في الكاميرا. علاش؟ لانني غادي نقول واحد الكلمه لبنت خالي. انا اللي عاونتها يعني في انها حلت قناه, وانا اللي شجعتها باش تحل القناه حيت كنت عارفه غادي توصل لهذه المرحله حيت هي اصلا تبارك الله عليها في المستوى. شكرا شكرا كبيده. هي في المستوى كتعطي حاجات زوينين تستاهل انني نساعدها في اي حاجه بطبيعه الحال, وتستاهل هذا الكود هذا. وان شاء الله تكبر القناه ديالها وتولي حتى هي تاخذ منها يعني واحد المصروف كان قليل ولا كثير. المهم باش تغطي شي مسائل مثلا عندها ولا جو سي با هي على حساب شنو عندها. ما نقدرش ندخل لها فلوس اللي غادي يجيوها. الحمد لله هذا الكود ما كيوصل غير لمرضي الوالدين. وسمحوا لي انا عارفه بزاف الناس كيوصلهم الكود, ولكن هاد الكود كيتعذبوا عليه الناس بزاف. يعني اللي عنده اليوتيوب ولا غادي يجرب عاد كيوصلوا هاد الكود هذا, حيتاش كاينين الناس اللي كيتعطل عليهم بزاف, وكاينين اللي كيبقاو حتى ثلاثه المراحل وكيدخلوه بلا كارت ناسيونال. ف مبروك مبروك عليك الكود ديالك. وان شاء الله نفرحوا مني نديروا ال50 كان ان شاء الله. انا بعدا كنطمح ال50 كان ان شاء الله قريبه ليها. قريبه يعني قريبه الحفله ديال لكم الحفله ديال 100K انا وسليمه بطبيعه الحال. انا الا وصلت ال50K بحال وصلت لها سليمه, حيت القنوات بحال نقولوا قناه وحده كنكملوا بعضياتنا. هادشي اللي غادي نقول احبابي, كنبغيكم بزاف. وسليمه هي اللي تختم واحد الحاجه. لا حيت انا قلت لهم بسلامه, ولكن عاد تفكرت واحد الحاجه ما قلتهاش لهم. ما قلتش لكم كيفاش نوم المراحل ملي كنحلوا الكود شنو كنديروا. نسيت ما قلت لكم ملي كنحلوا يكون باين اي باش زعما يزيدوا يتفهموا اكثر. ملي كنحلوا وكناخذوا داك الكود كنرجعوا للكونت ديالنا اللي قلت لكم كريناه, كندخلوا فيها. هما كيكتبوا لكم كلشي كلشي كيكون مكتوب. كيقول لك زعما دخلنا داك الكود اللي وصلك, كتكتب لهم داك الكود كتعطيك فاليدي صافي راه تفتحات لك يعني واحد المهم واحد المرحله. الا رجعت لك ديك الصفحه عرف راسك راه الكود ماشي هو داك ولا غلطتي فيه. ما تعاودش تدخل ولا دخلتي جوج مرات متعاود تدخلوا المره الثالثه. صافي كتعطيك واحد لاباغ عاوتاني فيها كتكتب لو كونت بونكير ديالك باش حتى هو كتربطو. يعني هانتوما شوفوا الادسنس كتربطو بالقناه, ان لا القناه كتربطها بالادسنس والادسنس كتربطو بالكونت. فهمتوا؟ ملي كتربطو بالكونت كيعطيك واحد لابارتي عاوتاني كيقول لك كتب لينا فيها يعني نيميرو البونكير ديالك وشنو هي البنكه ديالك. كتكتب هذاك الشيء كله كتعطيك واحد نيميرو تفتح لك واحد لابارتي عاوتاني واحده اخرى. شنو في هذيك المرحله؟ هذيك المرحله كيقول لك غادي توصل في الكونت ديالك اللي عطيتينا واحد المبلغ
رمزي يقدر يكون 10 درهم 9 درهم 7 درهم 3 درهم انا وصلتني 3 درهم وصلتني 3 درهم تقريبا فصل 60 انا كنت وصلتني 10 درهم انا مقمحه عليك وصلتني انا 3 درهم فصل 60 هما كيبغوك هما ما غيرتشهم شحال وصل لك وغرضهم داك الفيرغول يعني داك الفصيله شحال وصلك باش يتاكدوا واش يتاكدوا واحد يومين ولا 3 ايام كتوصلك ديك في الكونت ديال كتمشي كتسيليكسيوني هما ديجا عاطينك داكشي كامل شحال يعني بالصبر هكا مثلا 3 درهم 2 درهم غداك الشيء غادي مرتب انت كتسيليكسيوني داك المبلغ اللي وصلك في الكونت ديالك باش كيزيدو يتاكدوا باللي دوك الكونت ديالك نتايا كتسيليكسيوني داك الشيء اوكي صافي ها لا باج ديال الادسنس ديالك دابا المسائل ديال سليمه كامله مزيانه خاصها غير يعني لوفي طبيعه الحال باش تولي تخلص وتنتخلصوا الا من ملي توصلي ل 800 درهم يعني شي الا وصلتك غير 15000 ريال راه ما تجبديهاش من 800 درهم الفوق من 800 درهم الفوق عاد بزاف الناس ما عارفينش هاد المرحله من 800 درهم اخوتي راه واخا تقولوا زعما علاش عندنا الفلوس ما بغاوش يخرجوا لنا لا راه من 800 درهم الفوق هما اللي كنقدروا نخرجوهم ونستافدوا شي دابا سليمه وصلها هاد الكود وصلها السيمانه اللي فاتت ممكن انها ما تخلصش من هنا ربع شهور ممكن الا ما وصلتش ل 800 درهم راه ما تخلصش ممكن تجمعيها في شهر ممكن تجمعيها في فيديو ممكن تجمع يعني ديك الساعه كتبقى الخدمه ديالك والشهاد ديالك انا مني وصلني الكود ما تخلصتش حتى دازت 3 شهور عاد تخلص عاد جمعت لان كانت 20000 ريال تقريبا حيت كانت نسبه المشاهده كانت ما كانتش بزاف داكشي علاش كتولي كتكون صعيب باش انك تجمع المهم ماشي الهدف هو الفلوس ولا المهم هو انك داكشي اللي ضربتي ديك التمره وهذا وصلتي داكشي اللي جا فضل من الله سبحانه وتعالى وداكشي ارزاق والقنات راه فعلا رزق رزق يعني من الله سبحانه وتعالى وقسم ما جا الخير كينفع كما كيقولوا ما كاينش المشكل الانسان ماشي يديرها هي الخدمه الرئيسيه ديالو لا كما تيقولوا ماشي هوايه لا انا ما كنقولش هوايه دائما كنقولها ما يديرش هي خدمه ولكن فوق الشبعه ما يعتمدش على الواحد حيت نقدروا الناس ينفقوا لقاو اليوتيوب داكشي علاش الانسان يدير واحد الحاجه يقرا قرا واللي كيقرا الله يسهل عليه يكمل القرايه ديالو ويخدم ماشي هذه هي الخدمه هذه الخدمه هذه يعني غير شي حاجه غير زايده هكا بالنسبه للناس انا مني وجبد انا علاش دايره لي زانفيرميغ وكان تقاتل باش ناخذ داك الدبلوم باش نخدم انا ما معولاش على القناه قناه بحال نقولوا القصعه من التحت راه كاين الطعام ولكن الخضيره هي القناه فهمتي يعني انا ضروري خص تكون عندي خدمتي رسميه وعاد القناه يعني خاصكم تفرشوا لي راكم عارفين حنا باقيين شباب باقيين كنطمحوا بزاف ديال الحوايج خاصنا نعطيو نفرشوا الساس فين يجي يعني يوقف الصح كما كيقولوا داكشي علاش غنقول لكم باي باي لكم طولت عليكم في الفيديو السلام عليكم.